هذا اللي كانت في الحيوميين ياك شمال ساكر البهيمه ديالي الصباح ضربتهم الفوق العشيه ملي جيت من تحت غادي بغيت نقطع المجرى الماء بحال هكا غادي في الشعبه بحال هكا حتى تقريبا رجلي حدا داكشي كنشوف داكشي درت هكا كيبان لي الشعر ديال بنادم كتبان لي جوته يا هنا والحفاري ديال العين جوته ديال بنادم باينه جمجمه كندير هكا كيبان لي العظم ديال العين العظم غير بحال حتى شي عواد وصافي قدام بحال حتى شي عواد كندير هكا على اليسار كتبان لي خشاب كسوه ديالها واحد السروال حمراء على اليمين كان بحال هكا بلاصتي كنشوف العظام زل العين العظام كاملين بيضين غير بحال حتى شي عواد ديال القصب وصافي بحال الحلال ما كاينش ريحه اللحم لا اللحم ما كاينش اشنو درت قلت لا اله الا الله انا لله وله رجوعون لا حول ولا قوه الا بالله قطعت قلت البهيمات ديالي داكشي مزيان قلت الدريه اللي كانت في الظرف الدوار ديال تبرقلت هي هادي زعما ملي شفت الشعر ديالها عندك الشعر مقسوم من هنا على جوج طرف هاك وطرف هاك والطرف ديال اللور فيه واحد الفتله ديال الشعر قداك تقريبا مفتوله ديال اللور هذيك اللي كتكون مفتوله بحال الحبل قلت الدريه مسكينه هي هادي اش غندير اش ما غندير انا وصلت نتصل نعلم نقدم ونبارك الملك يعني يعيشوا دارك الملك فيه عندك شي لوقا وصلت سديت البهيمات الغدا ما كليتوش كي وصلت سديت البهيمات سديت معايا الوالده قلت لهم هاكاين هاكاين ديك الدريه كانت ودرات فتبر قالت اللي قال لهم ودرا انا اكيد لقيت الجمجمه ديالها والاثار ديالها والحويجات داكشي اللي كان علمتي الجدرميه لا اتصلت لواحد خويا ما عندي نمره ديال المقدم قلت لها قلت لها انت فين قال لي السونتر قلت لها اتصل المقدم ديك الدريه قال لهم ودرا لقيت الاثار ديالها هنا التفاصيل اللي عطاو 5 سنين تقريبا هي هذيك جبت البهيمات سديتهم خلت عليا المقدم طلعت انا وياه قلت ليه بلاتي نزل البيت ريحه الظلام هاد المغرب زين البيت طلعنا فين 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 من هنا ما هنا سير طلعنا من نيشان تاخرنا على البلاصه اخويا كيعيط علي اللي اتصلت ليه مع الشيخ قالك فين كنتو قالك فين احنا جايين جلسنا توصلنا الشيخ وخويا كملنا الطريق وصلنا البلاصه قلت قالك الشيخ فين ونخدم بلا بيز زيد زيد ما مجرى الماء قلت ليه ما هي ها هو الشعر هي الجمجمه شوفوا مزيان واش ديال بنادم هادي قال لكم نقدم ديال بنادم دي الجمجمه ديال بنادم هادي شوفوا الحوايج السروال هذا الحوايج لقيتوهم مسخين فيه مشي دم ولا غير عاديين لا الحوايج انا شي حاجه ما خصهاش كاين السروال طايح مجموع بحال نقول مجموع بحال بغيت تجمع شويه ما تجمع بحال جمعوا البرد وصافي واحد شويه الخشب مسرحه في الارض شويه حتى هي كيمشى شويه بحال مسرحه في الارض مع البلاصه مواطيه لا ما عمري تستمع بالعكس انا قلت لك دابا ملي قال لهم درايك الدريه انا كنسرح في الواد ديال وادي زرع يلا هذه 11 ايام تقريبا ولا 11 يوم بقى ما يتكال في الواد رديت انا كنسرح في الخلا تقريبا الناس بحال ما قلبوا والو قال لي ضمير بحال ما هادو بحال ما قلبوا على والو كانوا كيقلبوا ما قلبوا على والو هي قريبه للدوار ما كيقلبوا والو منين جا باها وداك الشيء قالك ودي ما كتمشيش هي على رجليها هي عندها واحد الرجل كتهرى كتمشي غير شويه تجلس للدار والبلاصه فين جات اللي كيقولوا هما بعيده ما نعرفش الدار ديالهم فين جات هنا هي فتفر قالت وانا فتمن وقال صافي قلت لها منين ما كتمشي راه ما توصلش هنا الله اعلم ما توصلش هنايا باها قالك ودي ما توصلش هنايا